ماتش نقول كان سور دو فاز بريمير ميتون كان بلوتو اكيليبري بين لي دو زيكيب دوزيام ميتون شتو كاريمون لعبنا في الماتش التيران ديال الراك دوماج ما كتبناش ربري لي 3 بوين مي الحمد لله ونشكروه على لو بوين لحقاش كيبقى زدناه في لو كونتور ديال ليكيب اليوم راه حنا 5 بوين ابري 4 ماتش كنظن بلي انه اكبر المتفائلين مشجعين ليزمو نهار بدينا ما كانش كيتفائل هكذا اليوم لعبنا كونتر اون بون ايكيب اون ايكيب اللي فاش كانت كتلعب دوري نتيفي حنا كنا مازال ما بديناش كان عندنا زيرو جوار خصنا نعرفوا هذه النقطه هذه الدراري ما نقدر نقول لهم غير برافو عطاونا ان بون بوين واخا كنا جو سي كنا نتمنوا 3 بوين مي سا ريست ان بوين مهم في البطوله بالنسبه لي والحمد لله يعني كما شفت المقابله يعني كانوا جميع اللاعبين كان عندهم واحد الاصرار باش نحققوا حتى 3 نقاط كما شي يعني ضغطنا الخصم رجع لينا للوراء فهو بدا كيلعب المرتدات حنا كنقولوا يعني خدينا يعني كتجربه الحمد لله اللاعبين اللي عندهم هذا الاصرار هادو ولا خوف على فريق الاتحاد الاسلامي الوجدي كنتمنوا ان شاء الله باش نزيدوا نشتغلوا ونحققوا المبتغى للجمهور الكبير ديالو ان شاء الله الحمد لله كما شفتوا هذه المقابله كانت صعيبه سورتو ملي كنكونوا مدخلين في الميدان ديالنا امام الجمهور ديالنا الحمد لله واخا كيبقى ان بوين بوزيتيف ما نساوش الفرقه ديال الراك كانت تري بون ايكيب وزعما كانت الكره وكانت القتاليه زعما سورتو في ميلو تيران دونك الحمد لله كاين جو بوزيتيف واخا يا دي شوز اغيكلي ان شاء الله غادي نشتغلوا على ذاك الجانب والحمد لله حنا في الطريق الصحيح ان شاء الله ونتمناو الخير وكنشكر الجماهير اللي كتجي كتساندنا ديما في السراء وفي الضراء والحمد لله يكون الخير من هنا لقدام ان شاء الله.